حقيقة طبعا أنا مبسوط جدا إن أنا موجود في وسط أو في وسط كوكبة بجد متميزة ومضيئة ومتلألئة مننا كأشخاص ذوي إعاقة بمنتهى الأمانة. يعني أنا معرفش العدد قد إيه مننا يعني الحقيقة، ولكن فعلا بجد أنا بشكر أستاذ حسن مصطفى رئيس الملتقى العربي الأول لأصحاب النجاحات الخاصة إن هو قدر إن هو جمعنا كلنا في مكان واحد، فبجد شكرا لحضرتك. أنا الحقيقة عشان أكون صريح معاكم، بالنسبة لي أنا ما نجحتش لوحدي. ده معنى إيه؟ أنا في ناس كتيرة جدا كانوا ورايا ومعايا، والحقيقة هم دول سبب في وجود أحمد ناجي معاكم. أنا فنان تشكيلي كفيف وعملت معارض جوه مصر وبره مصر، أعمالي سافرت دولة أرمينيا عن طريق قطاع الفنون التشكيلية، كمان أعمالي سافرت الكويت وكرمت في مهرجان اسمه نجوم العطاء، واللي منحني التكريم ده معالي سفير دولة الكويت شقيقة يوم 24 يناير 2011. كمان كرمت من إحدى القنوات السعودية في اليوم العالمي للكفيف، وده كان في سنة 2013. وسافرت دولة تونس 3 مرات، والحقيقة 3 مرات أنا عملت فيهم معارض للفن التشكيلي، ومن ضمنهم سافرت ولاية المهدية، سافرت تونس، سافرت تطاوين، عملت سلسلة محاضرات في جامعة تطاوين في المعهد العالي للفنون الجميلة اللي بيوازي هنا كلية الفنون الجميلة. الحمد لله أنا حاليا بمثل مصر في الاتحاد الدولي للحفاظ على التراث، وده مقره ألمانيا. أنا رقم 3 من مصر أو رقم 4، في من مصر رئيس الاتحاد الدولي دكتور وفاء الصديق اللي هي كانت مدير عام المتحف المصري الأسبق، وأستاذة تهاني نوح مسؤول ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين بوزارة الآثار، ومعاها برضو دكتور فاطمة خواسق، وأنا رقم 4 معاهم. كمان اللي وصلني وخلاني ان انا اكون فنان تشكيلي بيشرفني ان هو يكون موجود معايا النهارده استاذي دكتور عادل بدر استاذ النحت والتربيه المتحفيه كليه التربيه النوعيه جامعه القاهره. الحقيقه انا هحكي لكم حكايه بسيطه قوي. دكتور عادل هو اللي كان ماسك شغل الورش الفنيه هو واولاده طلبه بكالوريوس كليه التربيه النوعيه، كلمني عن صالون الفن الخاص، وده كان في 2009. الحقيقة الصالون ده خاص باكتشاف المبدعين مننا كأشخاص ذوي إعاقة في مجالات الفن التشكيلي المختلفة، الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي. الحمد لله أنا أول فنان في مصر بل يكون في الوطن العربي فنان كفيف يتعامل مع اللون من خلال الملمس. أنا بشتغل بألوان الأكليريك اللون الأسود، وبتكون الخلفية بيضة، وبتعامل مع اللون بالأصابع. والحمد لله أنا ليا أعمال كتير جدا فوق 50 عمل، والحقيقة في منهم موجود في مصر وفي منهم برا مصر الحمد لله. من ضمن المعارض اللي أنا شاركت فيها في مصر، شاركت في صالون الفن الخاص في 7 دورات من 8، مرتين خدت مركز ثالث، مرة خدت مركز ثاني، 4 مرات خدت جوائز لجنة التحكيم. ويمكن من خلالكم طبعا أنا بشكر، هو مش موجود معانا ولكن حاضر بأعماله، وهو اللي طلع كوكبة كبيرة جدا مننا كأشخاص ذوي إعاقة في مجالات الفن التشكيلي المختلفة، الفنان طارق مأمون مدير عام متحف الفن المصري الحديث. استاذ احمد احنا كمان بنشكرك، معاك 20 ثانية. انا اسف، انا طيب. اسف يا فندم. اتفضل استاذ احمد ناجي. ناجي أيوة. كمان أنا كرمت من مؤسسات في الدولة كتيرة جدا زي وزارة الآثار، كرمت في 2005 و7 و8 و9 و10 و13 و14 و16 و18 وهتتكرم دلوقتي. نشكرك عليك. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ أحمد ناجي، شكرا جزيلا. أنا بس حاجة أخيرة، سبب تواجدي معاكم هنا 3، أبويا وأمي هما ما كانوش موجودين، يعني هما مش موجودين معايا النهارده، وزوجتي هي اللي عملت لي الدعايه على كل وسائل التواصل الاجتماعي طوال ال3 أسابيع الماضيه. زوجتي وابني هما موجودين معايا وهما سبب في تواجدي معاكم. محمد واقف جنبك اهو، لو عايز تمسك ايده اهو محمد، اهو محمد احمد ناجي.
سقفوا قوي لأحمد ناجي لو سمحت يا جماعة، سقفوا له قوي. اللي جاي